السلام عليكم شباب، ويسعد الله مساءكم. وانا بعتذر لي فترة شوي، ما غايب شوي، كنت شوي مشغول وظروف شخصية صارت معي. فاليوم ان شاء الله رجعت لكم، وراح نرجع ان شاء الله لجولاتنا، ونرجع ان شاء الله احسن من قبل. طبعا بحب بشكر كل شخص ساندني، وكل شخص عم يدعمني، وكل شخص عم يحط لنا لايك ويشترك بالقناة ويكتب لنا تعليق حلو. اليوم ان شاء الله شباب راح نساوي جولة في الميديا سيتي، جولة ليلية مثل ما عم تشوفوا هلا الساعة 2 بالليل. وحبيت اسوي لكم جولة بالميديا سيتي بسالفورد كيز. هاي افضل منطقة بسالفورد صراحة، يلي ساكن في مانشستر يعرف انه سالفورد كيز هي التوب. فيها مدينة الاعلام، وفيها بحيرات مثل ما عم تشوفوا. مدينة الاعلام صارت وراي، فيها متحف حربي، فيها كمان مثل المزاد، فيها مركز تسوق صغير. اللي يسكن هون افضل اماكن للسكن في مانشستر، والسكن كتير غالي يكون بالميديا سيتي سالفورد كيز. هون اكثر شيء مكاتب، في مكاتب للاعلام، مكاتب تجاريه مثل ما عم نشوف هون بالطرف الثاني. وهون في هوملس نايمين مشردين مثل ما عم نشوف. شباب ما بدنا نزعجهم للهوملس. شباب هون ما في سيفتي، يعني ما في شيء للامان. فورا تقع بالمي مثل ما عم تشوفوا. فانتبهوا اذا جيتوا سياحة هون على سالفورد كيز معكم اطفال، انتبهوا على الموضوع هذا، لانه المي هاي هي هون فورا لا سمح الله. حدا ما بيعرف يسبح، حدا يمزح مع حدا، يعني انتبهوا على الموضوع هذا. مثل ما عم تشوفوا انا صفيت السيارة هون لانه ما في مصفات للسيارة، فانتبهوا وقت تجوا بنهار حاولوا تلاقوا كار بارك فري. ما في كار بارك فري، تضطروا تصفوا بالكار بارك هذا تبع السنتر هون. وكمان فيكم تجوا بترام من السنتر. صراحة شباب منظركم فشاري، شي فاخر على الاخر مثل ما عم نشوف. بنصح العائلات، المتزوجين، الشباب، الناس تجي بالليل تقعد هون تشوف هيك الاجواء الهادية، تبعد عن الضغط، تبعد عن الاجواء البيت، تجوا تغيروا جو، تتمشوا هيك، تسووا تتذكروا ايام الكورنيش، تتذكروا ايام المشي هيك، اجواء هادية بالليل، جو ممتاز. فيكم كمان تجيبوا معكم شاي، تجيبوا معكم ارجيلة. هذا هو المركز التسوق. في عنا ناندوز هون كمان، هذا عنا هون متحف، في لقدام عنا المتحف الحربي، هون كمان مقهى، وهذا هون عنا المزاد ومركز التسوق لجوا. كمان في هون مركز تقديم امتحان النظري. ان شاء الله مستقبلا راح نروح ونساوي جولة بنهار. شوفوا شو ما احلى الاضاءة، يعني عن جد تعطيك هيك رياحة نفسية، تعطي رياحة نفسية. واللون الازرق كمان حلو طالع على النهر. شباب هاي هي الميديا سيتي، مثل ما عم نشوف مكتوب بكل مكان ميديا سيتي يو كي. ومثل ما ذكرنا قبل شوي انه في محطة ترام، مواصلات مأمنة، اي تي في محطة تلفزيونية بريطانية. شوفوا النظافة، شوفوا قديش معتنين بهاي المنطقة، منطقة الاعلام. هون فيها فروع جامعة يدرسوا اعلام، ميديا، كتير تخصصات يدرسوا. وتصير على طول هون في مثل الاحتفالات، مثل الندوات، مثل المحاضرات، يعني استوديوهات ميديا سيتي يو كي. وهذا في فندق هون كتير ناس تجي على هذا الفندق. هاي هون تبعات الاكل، براكيات الاكل هون بالميديا سيتي. شايفين هون محطة البي بي سي، الناس في موظفين جوا، وهاي البي بي سي سبورت وتلفزيونات جوا. شباب هاي البي بي سي للاطفال، children، مكتوب هوم اوف بي بي سي children ان نيد. وهذا الجسر اللي بياخذنا على الاي تي في. شوف الاطلالة الحلوة شو ما احلاها. هذا الجسر تحتك مي عم تمشي. نرجع ونكرر انه هذا المبنى بي بي سي واحد، وهذا اثنين، وفي بي بي سي ثاني كمان. مع الاسف ما في نسبة عرب زيادة، ما في مساجد، ما في اماكن محلات حلال زيادة، ما في كوميونيتي عربية الا بشارع العرب في منطقة رشم، وكمان بسالفورد
بتشتم هيل، منطقة تشتم هيل. شباب هذا المتحف الحربي Imperial War Museum North، برجع وبكرر بنصح الناس تجي وتزوره، هذا الدخول عليه مجانا. شباب بتمنى من كل شخص زار هذا المتحف يحط لنا رأيه بالمتحف أسفل الفيديو. إذا عجبوا هذا المتحف ننصح العالم تزور هذا المتحف أو لا. بتمنى كمان اللي زار الميديا سيتي يحط لنا رأيه أسفل الفيديو كمان، وإذا في أماكن أنا ما ذكرتها يا ريت تذكروها أسفل الفيديو. كمان إذا في نصائح، إذا في معلومات، إذا غلطت بشيء كمان يا ريت تحطوا لنا أسفل الفيديو. شباب هذا آخر جسر راح نعدي عليه، صار عدينا 3 جسور، هذا آخر جسر هلا راح أروح أعدي عليه وأرجع أروح على مركز التسوق تبع المزاد. آخر جسر هذا منظره، على فكرة في كتير أنهر يعني بالميديا سيتي، يعني في أكثر من بحيرة، أكثر من قسم، أكثر من كورنيش. فأنتوا شيكوا على الماب وروحوا وشوفوا الأنهر الموجودة هون. شباب هذا مركز الاوتلت، مركز التسوق بالميديا سيتي، هذا هو هون. فيه طابقين، هذا الطابق الاول والطابق الثاني. هذا هون عندك ميديا سيتي مانشستر اوتلت، في عندك الماركات العالمية موجودة هون، كتير ماركات عالمية هون موجودة. شباب بالنسبة لقديش بدك تتوصل للميديا سيتي، بدك نص ساعة من شارع العرب رشم، بدك بالباص 40 دقيقة حسب الزحمة. إذا كانت في زحمة يجوز تطول شي ساعة. فبشكل عام نص ساعة من شارع العرب تكون بالميديا سيتي. شباب لا تواخذونا إذا ما ذكرنا شي أو نسينا شي، أنا حاولت اليوم أسوي لكم جولة ليلية بالميديا سيتي. صحيح ما شفنا ناس، بس نحن عم نحكي عن المنطقة، عن السكن بالمنطقة، عن الأماكن، عن مدينة الأعلام. إن شاء الله نعطيكم معلومات كافية وافية. لا تواخذونا إذا ما قدرنا نعطيكم معلومات أكثر من هيك. لهون بيكون انتهى من الفيديو. إذا عجبك هذا الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتحط لنا لايك وشير وسبسكرايب حتى يصلك كل شيء جديد، وتفعل الجرس. يمكنكم التواصل معي أسفل الفيديو. عندك أي سؤال أي استفسار ضيفون أسفل الفيديو. أي شخص بده رحلات سياحية، بده توصيلة من مطار، بده أي شيء بمانشستر، يتواصل معي على رقمي على التليفون، وإن شاء الله قدر المستطاع نحاول نخدم الناس. ولا يسعني إلا أشكركم على حسن المتابعة، وإن شاء الله نشوفكم بفيديوهات جديدة، وأسأل الله لي ولكم الصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.